تصنيع السيارة الكهربائية ينتج عنه انبعاثات ضارة أكبر بكثير من صناعة السيارات التقليدية أو التي تعمل بالوقود. فمثلاً تصل انبعاثات الكربون الضارة إلى 12.2 طن عند تصنيع السيارة الكهربائية، أي أكبر ب 65% من تصنيع السيارات التقليدية، حيث تحتاج عملية التصنيع إلى استهلاك كثيف للطاقة، بما في ذلك تعدين المواد اللازمة لصناعة البطاريات. لكن على المدى البعيد وعند انتهاء العمر الافتراضي، أي بعد أن تقطع السيارة أكثر من 300,000 كيلومتر، فإن الانبعاثات الضارة تصبح أقل بمقدار النصف تقريباً عن السيارات التي تعمل بالوقود، نظراً لتزايد الاعتماد على المصادر المتجددة في توليد الكهرباء. لكن ماذا عن تكلفة الصيانة؟ ففي إحدى الدراسات وجد أن تكلفة صيانة السيارات الكهربائية بعد 3 أشهر من التشغيل أغلى ب 2.3 مرة من السيارات التقليدية، في حين ينخفض المعدل إلى 1.6 مرة بعد عام من الاستخدام. وترجع التكلفة المرتفعة إلى أن أعطال السيارات الكهربائية لا تزال جديدة وغير مألوفة للعديد من الفنيين، هذا فضلاً عن ثقل وزن السيارات الكهربائية مما يؤثر في استهلاك الإطارات. عدم توفر محطات الشحن السريع يشكل أكبر التحديات التي تواجه السيارات الكهربائية. ففي دراسة نشرت في مجلة ناتشر إنرجي وجدت أن 18% من مالكي السيارات الكهربائية في كاليفورنيا عادوا إلى السيارات التي تعمل بالوقود، وذلك بسبب عدم رضاهم عن سهولة شحن السيارة، فيما تكمن المعضلة الأخرى في عدم تطابق محطات الشحن مع مختلف أنواع السيارات. فمثلاً محطات شحن تسلا توفر خدماتها فقط لسياراتها، في حين لا تتطابق مع السيارات الأخرى.